يتم احتجاز أكثر من مليون مسلم الآن في معسكرات الاعتقال الصينية وفقا لتقديرات استشهد بها مسؤولو الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وقال سجناء سابقون الصحفيين معظمهم من الإيغور إنه خلال عملية تلقين دامت لعدة أشهر أجبروا على نبذ الإسلام وانتقاد معتقداتهم الإسلامية الخاصة وتلاوة الأغاني الدعائية للحزب الشيوعي لساعات كل يوم. وهناك تقارير إعلامية عن إجبار النزلاء على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، وهو أمر محظور على المسلمين.